وخذات العبرة من السنة الماضية والسنة ما قبل. الحرائق تكون كل سنة، إنما إحنا لازم نعرفوا كيفاه نوجهه الأمر، كيفاه نقصوا من الخسائر. لذا يعني ما السيد الرئيس ما ترددش أبدا باش يزيد رغم غلاء الكيرة تاع هذه الطائرات، أبا إلا أن تكون هنا ثاني كذلك باش تكون 6 طائرات، زوج راهم في عنابة، زوج راهم هنا عندكم في شلف، زوج راهم في بجاية، والطائرة الكبيرة اللي راهي ملك الجزائر، وربما إن شاء الله تلحقوها 3 طائرات أخرين راهم واجدين تم الإخلاص تاعهم، إنما مازال أمور تقنية برك إن شاء الله يكونوا لهنا. وأكثر من هذا ثاني كذلك الدعم على مستوى لي كورون موبيل هذو، كل ولاية عندها العتاد تاعها وعندها القوى تاعها حتى تتدخل يعني بكل سهولة وبمجرد أن ينشب الحريق. إنما السيد الرئيس واثن ذلك وحاسب اللي ربما الشيء اللي نديروه قليل، ثاني كذلك سمح باش يكون توظيف تاع 3000 عون ان شاء الله، عندنا قدام السنوات ما وظفناش 3000 عون منهم 240 ضابط، هذا لا لشيء فقط باش يدعم الحمايه المدنيه ويدعم كذلك المصالح الاخرى باش نواجهوا مثل هذه الامور باش نقللوا من الخسائر. خسائر العمالة كانت بالنسبه نظرا للرياح، بالنسبه للمساحات بالضبط نذكر 24000 هكتار تاع غابه، مش سهل باش دير غابه ومن بعد ديرها. وكان ثاني كذلك 11500 اللي تضروا فيه العديد من البنايه، 970 بنايه، ولكن كل هذا يتعوض، كل هذا يتعوض. صعيب شويه باش الخسائر البشريه، حنا نقولوا نظرا للضخام هذا كل نقولوا يبقى الامر محدود، لكم ما كانش فيه لكم ما كانش فيه التدخل هذا، ربما كانت تكون اكثر فاكثر. ما هذا هو الشيء اللي ثار بالعالمين، ولكن لازم نستخلصوا الدروس ولازم نحاولوا كذا بقدر ما امكن نقللوا من الخسائر عندما يقتضي الامر ان نتدخل وان نوظف الوسائل، الامكانيات كانت بشريه او ماديه.